هلو هلو اند هاو ار يو توداي. لسه مكملين معاكم في سلسله تجميع اهم اسئله موجوده في كتب كريزي انجلش. زي ما انتم شايفين في بتتجاوب بنفس الاجابه بالشرح بالترجمه بكلماتها، بنستغلها ان احنا بيبقى عندنا حصيل الكلمات بدل ما الاسئله دي بنتجاهلها. لا، الاسئله دي والله والله بتقدري تديها لطلبه 5 و6 و7 و8 سنين، اي مرحله في التاسيس، وكل ده موجود في كتب كريزي انجلش. بس الفكره تديها ازاي، توصلي ازاي سؤال الحل، الفكره في طريقه الحل ان هو يقرا وان يترجم. وطبعا اللي ما شافش الحلقات القديمه لازم يشوفها علشان يتابع معانا. احنا دلوقتي في سلسله حلقات، السلسله الخاصه بالاسئله، جزء الاسئله او كوارت الاسئله، تمام؟ زي ما انتم شايفين بنستغله ككلمات، كلمات الالوان وغيره وغيره. واسيب لكم في اول كومنت الواتساب الخاص بيه حجز سلسله كتب التاسيس الشامل وكمان الصوتيات، الكتابين لازم اجمالا مع بعض، وعاملين عرض كويس جدا عليهم، هتلاقوه على اول تعليق وكمان صفحه الفيسبوك تاسيس من تحت الصفر مع تيتشر سو. يلا بينا. بعد ما خدنا الحلقه اللي فاتت السؤال عن حاجه قريبه، دلوقتي انا هحط لكم ست كبيره قاعده يا عيني ونظرها ضعيف، ودلوقتي في حاجات بعيده هي مش شايفاها، تمام؟ هي مش شايفاها فبتسالكم. معلش يا ست سوليه مش قوي يعني، بس يا ست جميله جميله اهي، طلعت حلوه والله. عندنا تيتا، عندنا تيتا قطاطة مش شايفة الحاجة اللي موجودة بعيد دي، ولازم بتحاول ان احنا نوريها لها. ليه يا مس سمر؟ هي بتسأل والنبي يا ابني ايه الحاجة البعيدة دي بتطير؟ والنبي يا ابني انا مش شايفة ايه الحاجة اللي بعيدة دي؟ عربية. والنبي يا ابني انا مش شايفة، ممكن تشوف لي الحاجة البعيدة دي ايه؟ دي سمكة يا تيتا. وانتي يا بنوتي يا قمر، ممكن تشوفي لي ايه الحاجة اللي هناك دي؟ ده اتوبيس يا تيتا. النهاردة هنتعلم نسأل عن ما هذا او للبعيد. ما هذا للبعيد، بدل نفس فكرة السؤال الأولاني، هي هي طالما فهم معايا الشفرة قلتلكوا هو اللي هيحل الأسئلة لوحده. What is that؟ شلنا الزيس حطينا الذات، زيس لقريب ذات لبعيد، زيس لقريب ذات لبعيد. What is this؟ لا مش سما. استنى يا ولد، هي مش ميس سمر قالت لكم ان انتوا اللي تقروا مش بنغني بس؟ حاضر يا تيتا قطاطا، حاضر. اقروا بقى كده يلا. What is، برافو، that. What is that؟ What is that؟ يبقى what is that، ما هذا للبعيد، انا مش شايفة الحاجة دي، بعيدة عني، فبقول لك what is that، ما هذا. هاي افتكروا كنتوا بتحلوا معايا ازاي what is this؟ برافو برافو برافو، بنخطف الكلمة الأخيرة زي ما هي. عرفت ليه بقول لكم هي زي ما هي، سواء زيس تنزل ذات إت زيس زوس، لما ناخد تجميع بقية الأسئلة. آدي ذات، ومين صاحبتها اللي هتعيط؟ هتلاقيه هو أصلا اللي حل بسرعة جدا لأنه خلاص ذاكر معانا الدرس الأولاني إز واسم الصورة. قلت لك حتى لو ابنك مش حافظ معنى الكلمة اكتبيها له جنبها A bird. يلا اقرا اللي كتبته. That is a bird. ترجم اللي قريته. هذه او ذاك للبعيد، بس طبعا عشان اطفال سنهم صغير ممكن ايه هيبقى المصطلحات اللغه العربيه صعبه شويه. ذاك يكون طائر واحد، او هذا يكون طائر واحد، لان الاطفال لسه هيبقى صعب عليهم كلمه ذاك. نيجي نبص. والنبي يا ابني what is that؟ What is that؟ أنا مش شايفة. هخطف الكلمة الأخيرة ذات، وبعدها إز يا تيتا، وعربية يعني car، فكده يا تيتا اسمها that is a car، هذه أو اللي هناك دي تكون سيارة. يلا معايا. What is that يا ابني؟ What is that؟ أنا آسفة، What is that؟ هو إيه اللي هناك في البحر ده بعيد أنا مش شايفاه؟ أهو يا تيتا ثواني، بخطف الكلمة الأخيرة that وبعدها is وبكتب اسم الصورة fish.
شاطر يا واد، شكلك متابع تيتشر سمر حلو على قناة كريزي انجلش. شاطر يا ولا، شكرا يا تيتا. طب تعالى قول لي كده، اللي في اخر الشارع ده انا مش شايفاه. What is that؟ What is that؟ واستنى استنى، انا عايزاك تقراها لي لوحدك. ال H silent يا تيتا هيبقى اسمها what is that. تحب اترجمها لك كمان؟ what يعني ماذا، او ماذا يكون هذا. للبعيد طبعا، يعني الاتوبيس ده بعيد قوي انا مش شايفاه. هخطف الكلمة الأخيرة ذات، وبعدها إز الفعل بتاعها صاحبتها اللي ما تقدرش تقعد من غيرها، وهنا أوتوبيس باص. very very good. طيب عندي سؤال، حلقة النهاردة اوعوا تروحوا في أي مكان برسم صورة الأبل التفاحة، وهي هكتب لكم كلمة آن أبل. طبعا الابل كمان بتبدا بشائفه، تاخد ان، عشان لو في طلبه معانا كي جي، لو في طلبه معانا ايه ده التفاحه بتبقى حمراء، عشان في طلبه معانا لو كي جي 2 يحلوا معانا حتى لو ما عندهمش حصيله كلمات. انا فهمتكم الطريقه، اوعوا توقفوهم على حاجه. ان ابل، وشوفوا هتحلوا ازاي. ثانيه واحده، اوعوا تروحوا في مكان. ده سؤال الحلقه، كله يشارك فيه طبعا ويكتب لي الإجابات علشان باسم الطفل اللي جاوب، علشان خاطر أشجعه وأقول اسمه في الحلقة. تمام، علشان هنعمل مسابقة حلوة جدا 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 في اللي بيجاوبوا معانا. ده سؤال الحلقة، يبقى احنا كمان يلا بينا بسرعة. لما باجي أسأل على حاجة مفرد بس بعيد مش شايفاها، what is this، what is that، what is that للبعيد، لكن what is this بتاعت الحلقة اللي فاتت كانت للقريب. وزي ما قلتلكوا وريتكم منظر 65 سؤال، وهم متجمعين في كتب كريزي انجلش، كتب ممتازة 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 حرفيا، فيها كل الأسئلة اللي توقعوها، كمية تدريبات رهيبة لم تسبق في أي كتاب آخر. معظم الكتب بتعتمد إن هي تشرح القاعدة، إحنا بنخلي الطالب هو اللي يشرح القاعدة، فده طبعا يفرق، مش موجود عند أي مكان تاني غير في كتب كريزي إنجليش، وكمان كتب الصوتيات وتعليم النطق اللي حتى بتخلي الطفل هو بنفسه اللي يكون القاعدة زي ما أنتم شايفين. والأول مرة هيتم وضع تدريبات وامتحانات على الصوتيات شخصيا. طبعا كل الناس تيجي تتابعني على قناة، على صفحة الفيسبوك كمان، تأسيس من تحت الصفر مع تيتشر سمر، علشان بننزل عليها حلقات وشيتات ولايفات بنفتحها مهمة جدا تشاركوا فيها، وهتلاقوا في أول تعليق اللينك بتاع الصفحة، وكمان واتساب الخاص بالحجز مجموعة كتب كريزي انجليش. الفيديو لو عجبك لايك، اشتراك للقناة، ودوس على الجرس أهم حاجة عشان أي فيديو جديد يجيلك إشعار بيه. Thanks so much. Goodbye.